بيقطع فيديو غريب على اليوتيوب بيوثق عن احداث حقيقيه، بنت بتجري بجنون في بيت مهجور في الغابه وحاجه بتطاردها وشكل البيت محروق وفي اثار بصمات ايد اطفال كتير، والفيديو بيخلص لما البنت دي بتبص في المرايه. جيمس بيتفرج على الفيديو ده وفي غابه بلاك هيلز واللي اخته اختفت فيها من سنين، وشاكك ان البنت اللي في الفيديو دي هي اخته هيزر، وتواصل مع صاحب الفيديو ده عشان يعرف منه هو لقى اللقطات دي فين، مع صاحبته ليزا المصوره واشلي وحبيبها بيتر، دايما بيساعدوه، مجهزين نفسهم للرحله باجهزه لاسلكي وسماعات وطياره فيها كاميرا لتغطيه المكان 360 درجه، حتى السماعات فيها جهاز جي بي اس، وليزا متشوقه جدا عشان تصور رحلتهم. من غرائب الفيديو اللي شافوه ان الناس دايما بتركن في زاويه البيت ومش عارفين ليه. الشرطه من سنه قعدت تدور وتمشط في الغابه كلها رحلات للبحث عن اخت جيمس هيزر، بس كل اللي لقوه الخيم بتاعتها بس، ولكن حتى جثتها ما لقوهاش عشان حتى يقولوا انها ماتت. جيمس عارف انه هيروح يدور على اخته بعد سنين اختفاء، بس هو عايز يعرف هي حيه ولا ميته ولا حتى ايه اللي حصل لها، لانه اي خيط هيدلها عليه هيروح هو واصحابه على طول عليه، ولين اللي لقى الفيديو ده هو الخيط اللي هيفهموا منه معلومات اكتر، خصوصا ان الغابه دي معروف عنها في الاساطير انها مسكونه بروح ساحره شريره اسمها بلير. بيجربوا طياره الكاميرا بتطير على ارتفاع 100 متر وبتصور زاويه عريضه لمحيط المكان في السماء، وكمان هيتواصلوا باجهزه اللاسلكي شغاله تمام، ووصلوا لمدينه بيركسفيل اللي الغابه فيها. وصلوا لين المرشد بتاعهم واخته تاليا المصوره بتاعته، ويسال جيمس على طول لقيت فين يا لين شريط الفيديو ده؟ يقول له انا عندي شرط، لازم اروح معاك ورحلتكم لاني مولود هنا وعارف كل حاجه عنها. وهيكملوا مشي وياخدوا حاجاتهم، ويسال بيتر لين عن حوار الغابه المسكونه دي. يقول له الساحره اللي هنا كانت ست عاديه، اشتكى منها شويه اطفال زمان انها بتخطفهم وتاخد منهم شويه دم عشان اعمال سحر. اهل القريه ما عجبهمش الكلام ده فموتوها، ومن ساعتها الغابه مسكونه بروحها شريره، رغم ان ما حدش مصدقه بس هو مؤمن جدا بالساحره دي. ووصلوا مدخل الغابه اللي كانت فيها قريه كامله محدش عارف عنها حاجه، ولما الشرطه لقيتها بعد سنين طلعت كلها مهجوره ومحدش عارف الناس سابتها ليه، بس لين مصدق انه بسبب الساحره بلير. بيتر بيشك ان لين مختل عقليا ومش لوحده كلهم كده، ودخلوا الغابه ولوح التحذير بعدم دخول الغابه ليلا، ولكن ما خدوش بالهم. وصلهم لين للشجره اللي لقى عندها شريط تسجيل الفيديو بتاع هيزر اخت جيمس، واستغربوا الشجره ليه متدمره كده، وتقول تاليا ان بالليل البرق بيضرب الشجره ويدمرها من جذورها. الغريبه ان لين لقى الشريط في حفره تحت الشجره ومش عارف مين حطه هنا. كملوا طريقهم لمجرى ميه اختفت فيه بنت من سنه ومحدش برضه عارف جثتها خالص، بس اخر كلام للبنت دي كان ما تبصش في عين الساحره، وقرروا يعدوا حافيين للناحيه التانية. اشلي بتدوس على ازازه في الميه تتعور بجرح غريب ويعالجها جيمس. ينصبوا الخيم عشان هيباتوا هنا النهارده، وتجرب ليسا الطياره بتاعت التصوير، ويروح بيتر يجيب شويه خشب يولعوا فيه، وتطير ليسا الطياره وتجيب صوره للغابه من فوق 360 درجه عشان لو تاهوا او الجي بي اس عطل يعرفوا يلاقوا مخرج من الغابه. بالليل بتحكي تاليا عن غرائب القريه المهجوره اللي كانت في الغابه. كان في راجل عنده 7 اولاد قتلهم كلهم واحد واحد، ولما قبضوا عليه قال ان الساحره بلير سمع صوتها بتقول له كده. المشكله ان بلير كانت ست عاديه بتمارس السحر، فاهل القريه بسبب كده علقوها على اعلى شجره وربطوا كل جزء من جسمها بطوبه عشان تقعد اجزائها تتشد لحد تحت خالص وتموت. بس الغريبه انهم لما رجعوا بعد اسبوع ما لقوش الجثه، مستغربين ازاي حيوان هيقدر ينط لاعلى شجره عشان ياكل جثتها. ومن بعد اختفاء جثتها بدات الناس تختفي، بدايه من الاطفال اللي قالوا انها خدت دمهم، وبسبب خوف اهل القريه سابوا بيوتهم وهربوا وهم نايمين بالليل. بيسمعوا صوت غريب ويخرج جيمس يلاقي ليسا جاية عليه خايفة ان في حد مراقبهم. الاصوات مستمره، يطلعوا بره يلاقوا تاليا بتقول ان لين اختفى، يقرر يروح جيمس معاها يدوروا عليه، عمالين ينادوا عليه ما يردش، وهم ماشيين يلاقوه في وشهم بيقول لهم سمعت صوت خطوات غريبه فقلت اروح اشوف فيه ايه. لما صحي الصبح لقوا مفاجاه، اعواد خشب مربوطه بشكل طقوس غريبه متعلقه على الشجر. لا كمان الدنيا شكلها 6 الصبح والساعه بتقول ان الساعه 2 الظهر. يقرروا يمشوا من الغابه دي فورا. اشلي رجليها توجعها من كتر المشي، لما يروح لين يساعدها تلاحظ ليسا خيط في شنطته، لما تيجي تشده تلاقي نفس الخيط اللي الخشب كان متعلق بيه على الشجر وكمان اعواد الخشب دي في شنطتهم، فيفهموا ان لين وتاليا عملوا كده فيهم. ويقول لين محدش مصدق
الغابة دي ليها أسرار مظلمة، أنا كنت محتاج دليل أثبته للناس كلها، يتهموه بالجنون ويخلوه يمشي بعيد عنهم، يكملوا هم طريقهم لوحدهم، بس أجهزة الجي بي إس بتشوش، لما يمشوا عليها يلاقوا نفسهم رجعوا تاني لمكان الأخشاب الغريبة اللي كانوا مخيمين عندها، والجي بي إس بيقول إن الخروج من هنا أشلي تعبت أكتر من اللازم، يقرروا يخيموا هنا النهاردة لأنها مش هتعرف تكمل، ومش عارفين مشكلة الوقت مش مظبوط ليه، وكمان المكان مش مظبوط، يروح بيتر يطمن على رجل أشلي يلاقي الجرح بينزف جامد. ويشوف الجرح يلاقي حاجة غريبة جواه والألم بيزيد لأشلي وحاسة بالبرد وشكلها عندها حمى بسبب الإصابة. يقول لجيمس إنه لازم بكرة الصبح يودوا أشلي على أقرب مستشفى. تحاول ليسا تعرف طريق الخروج بطيارة التصوير، فجأة تفقد السيطرة والطيارة تختفي. يروح بيتر يجيب شوية خشب يولع فيهم. يسمع صوت غريب يجي يجري طوع عليه شجرة، ولما يفوق مش عارف يتحرك خالص، والكشاف بعيد عنه وحاسس بحركة حواليه، يحاول يطلب مساعدة في اللاسلكي محدش يرد عليه، والوحده يبقى فريسة سهلة. حاجة تهجم عليه وتخطفه، ولما يجري جيمس على صوت صراخه يلاقي كشافه واللاسلكي، بس جيمس اختفى، وليسا لوحدها شغال على الكاميرا اللي بطاريتها هتفصل خلاص، يجيلها جيمس ويقول لها بيتر اختفى، يحسوا بحركة حواليهم، يبصوا يلاقوا لين وتاليا، تايهين بقالهم 5 أيام، عمالين يلفوا بدون أكل أو شرب، يخاف لين منهم جدا، ويقول لهم مش قلتلكم الساحرة بلير موجودة هتلعب بعقولنا كلنا وهتموتنا، تيجي تاليا تروح ليهم يمنعها لين، ولكن لما تصمم عشان معاهم أكل يسيبها ويمشي هو. ويقول لها الناس دي كلها هتموتنا. وهم نايمين منبه ليسا يرن كالعادة الساعة 7 الصبح، بس الشمس لسه ما طلعتش لحد دلوقتي. يحسوا بحركة حواليهم، يلاقوا أعواد الخشب في شكل تكوش شيطانية حواليهم، بس المرة دي بجد مش هزار، والكاميرا فصلت فمش هيعرفوا مين عمل كده. وأشلي صحيت تلاقي تاليا جزء من شعرها على أعواد الطقوس دي، لما تتجنن أشلي وتحسوا إنه مقلب منها تيجي تكسره تلاقي ان تاليا ظهرها اتكسر والخيام بتاعتهم طارت في الهواء. يجروا بسرعة، افترقوا عن بعض وسابوا اشلي لوحدها، رجليها من كتر الجري باظت، تفتحها تلاقي خشب شجر بيطلع من رجليها، وجيمس وليسا لقوا الخيام بتاعتهم متدمرة، ويقعدوا ينادوا على اشلي يلاقوا اللاسلكي اشتغل فجأة وصوت غريب شبه صوت بيتر بيطلع منه. مش عارفين ايه اللي بيحصل لهم، واشلي ماشيه بتلاقي طياره التصوير، تحاول تشغلها ما تعرفش لان الطياره مشبوكه في الشجر، تقرر تطلع وتحاول تحررها بايديها وقربت عليها وبتيجي تمد ايديها حاجه تخبط ايديها وتقع، بعد كده جثتها تختفي. وجيمس بيتمشى بيلاقي البيت بتاع الساحره اللي شافه في شريط الفيديو، واكيد اخته هيزر فوق، ترفض ليسا تروح معاه وانها تستناه هنا. يدخل جيمس يلاقي 3 أبواب، يختار واحد عشوائي وشكل البيت محروق، يلاقي صاحبه بيتر باصص في الزاوية بصورة غريبة، ولما يجي يروح له يلاقيه اختفى والأبواب بتقفل لوحدها، وبنت بتجري منه شكلها أخته هيزر، ولكنها للأسف الساحرة وجرته للفخ. تلاقي ليسا فعلا بصمات الأطفال على البيت وتحس بحركة حواليها، وتلاقي نفسها عند الشجرة اللي لين لقى فيها شريط الفيديو. تشوف مخلوق غريب قدامها فتجري بسرعة تخش البيت بسرعة، تنزل قبو البيت تلاقي لين قدامها، يقول لها عدت عليا سنة وعمال بلف وبدور ومش عارف اخرج من هنا، السحرة بلير قالت لي لازم احبسك. يهجم على ليسا ويحطها في حفرة غريبة ويقفل عليها. تفوق تلاقي انفاق تحت البيت تدخلها، كل ما هتمشي اكتر الاكسجين هيقل والانفاق هتضيق اكتر، تكمل طريقها تلاقي نهاية مسدودة بخشب، تطلع سكينتها وتكسره، تقع في أوضة غريبة وتروح بسرعة تسد النفق لحسن الساحرة تلحقها، تلاقي لين هجم عليها بس طعنته بالسكينة وقتلته. تروح تاخد الكاميرا تلاقي الساحرة بتمد ايديها عليها، تجري بسرعة تلاقي باب وتدخله، تلاقي الساحرة وراها ونفس الشباك اللي لقوه في شريط الفيديو وكمان نفس المراية الغريبة، وتلاقي جيمس في وشها يقول لها لو عايزة تحمي نفسك اقفي في زاوية البيت وما تبصيش في عين الساحرة لا تاخدك كتضحية، ويعتذر لليسا ان هو سبب في الرحلة المجنونة دي. الساحرة تسمعه صوت اخته هيزر وتقول له ليسا اوعى تبص وراك، وللأسف تاخدوا الساحرة يحصل للباقيين. تيجي ليسا فكرة تستخدم الكاميرا اللي معاها السليمة وتخلي الكاميرا هي اللي تبص على الساحرة، وتلاقي مخرج من هنا.
تلاقي الساحرة مراقباها وتهرب منها لأنها ما بصتش عليها. تحاول تخرج من البيت، الساحرة تسمعها صوت جيمس زي ما وقعته في الفخ، توقعها هي كمان. دخلوا الغابة مش مصدقين حقيقة الساحرة بلير طلعت لهم وموتتهم كلهم.